تونس أكاهاو. شفتك زيدا في الجزيرة، دخلت كيف كيف برشا كيما كريم الغربي باغ اكزومبل، كيما مريم دبير، اتصلتوا بالجزيرة لإيصال صوتكم يمكن الأكثر خاطر يتفرجوا عليها وأكثر مشاهدة. هما كلمونا جزيرة، فهمتوا معي ما معناها؟ هما كلموك مش انت اتصلت؟ هما كلمونا معناها عباد بروفيسيونيل، بعثوا لك مايل، بعثوا لك كلموك بالنسبة تاعهم، قال لك احنا الجزيرة راهو انتم معناها من العدد اللي قاعدين وصلوا في صوتكم حتى في العالم العربي، راهو نحبوا ناخذ لكم تليفون صوتك هذاك نحبوا نوصلوا للجزيرة، للجزيرة يتفرجوا فيها معناها ملايين الالاف، اكيد ملايين، فهمت؟ دونك هذاك اللي تعدى وتحكينا في الجزيرة وتكلمنا ووصل الميساج برشا عباد، والحمد لله ربي يلزمنا رانا نكملوا وما نتمناش نرخوا، بالاخص توا يمكن ثم برشا عباد بعد ما شافوا الاعلانات دخلت باش يقول لك يا الحمد لله، ما هو صحيح الحمد لله ربي انا مزيان ما حد شيء، راهو 50 كاميونه و 15 كاميونه ما يعملوا حد شيء، خلوا نزيدوا نحلوا الحدود وتزيد تدخلوا ويوفى القصف ونحن نحب معناها، فهمت؟ وان شاء الله يا ربي تحرر. إن شاء الله يا ربي هذا اللي نتمناه. ومراد أنا نشكرك برشا، يعطيك الصحة على المجهود اللي تقوم به، يعطيك الصحة أنك قاعد تستغل في المنصة نتاعك وتستغل في عدد الناس اللي تبع فيك والناس اللي تحب مراد الروج وقاعد تساهم إيجابيا في هذا، وشكرا لك مرة أخرى، هذا هو واجبك أنك تقوم به. شكرا لمراد الروج، شكرا لكل المؤثرين اللي قاعدين يساهموا، اللي قاعدين موجودين في الهلال الأحمر، واللي قاعدين يناديوا في الناس أنهم يساهموا ويتبرعوا ويتضامنوا مع الشعب الفلسطيني. اليوم لازمنا كل يد واحدة، وكما قلت ونعاود لازمنا لكلنا كل واحد يساهم من بلاست، وكل واحد يعني ما نستقلوش بالحاجة اللي هكم. تشوفوا مراد اليوم انفلونسور على انستغرام، قاعد يحاول انه يوصل الصورة الحقيقية، قاعد انه يعاون في الهلال الأحمر، قاعد انه حتى يتكلموه الجزيرة خاطر واحد من المؤثرين، وكما قال هو وين حكيتها، شوفوا احنا الكيان المحتل والكيان الشيطاني اللي نقول عليه لم المؤثرين نتاعو باش يخليه يمكن ياثروا على الناس ويبدلوا الصوره ويزيفوا الصوره. دونك من واجبهم احنا المؤثرين سواء توانسة او عرب ولا كيما المصريه اللي شفناها ونتصوركم تابعتوها، وكان ما تابعتوهاش شوفوا فيديو رحمه زين المصريه اللي لقنت درسا للصحفيه التابعه لقناه سي ان ان. احنا